السلام عليكم ورحمة الله تعالى. معكم الأستاذ السعيد مفتاح، مديرية تنغير. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، أهلا وسهلا بكم في درس من دروس الدعم والتقوية في مكون التعبير والإنشاء تحت عنوان دعم المكتسبات، مهارة النقد والحكم. ما هي مهارة النقد والحكم؟ وما هي خطواتها ومستلزماتها؟ أعزائي التلاميذ، لا شك تذكرتم أن النقد والحكم هما من مهارات الخطاب الحجاجي، يعتمدان على أساليب البرهنة والاستدلال لإقناع القارئ بصحة وجهة نظر معينة تجاه معطى، سواء بالدفاع عنها أو دحضها. فالنقد كما قلنا في الدرس هو ماذا؟ وإبراز مواطن الضعف أو القوة في معطى معين، قد يكون قضية أو رأيا أو ظاهرة أو عملا إبداعي، وذلك استنادا إلى حجج وأدلة مناسبة. أما إصدار الحكم فهو إبداء الرأي والتعبير عن الموقف تجاه هذا المعطى، باستعمال طبعا معايير كيمية جمالية أو فكرية أو أخلاقية معللة بالأدلة والحجج، كأن نصفه مثلا بأنه جيد أو رديء، جميل أو قبيح إلى آخره. ما هي خطوات المهارة المنهجية أعزائي التلاميذ؟ جيد، فمهارة النقد والحكم تتطلب 5 خطوات. هي أولا الانطلاق من معطى عام معين، قد يكون فكرة أو قضية أو مشكلة أو عملا إبداعيا معينا، ثم توجيه النقد والاستدلال عليه، وذلك بماذا؟ برصد الجوانب الإيجابية أو السلبية في هذا المعطى. ثالثا إصدار الحكم مع الاستدلال، من خلال ماذا؟ توظيف ألفاظ قيمية، كما قلنا جيد جميل إلى آخره، معللة دائما. رابعا الخطوة الرابعة هي تلخيص الفكرة المضادة، ومعناها التعبير عن وجهة النظر الخاصة تجاه هذا المعطى. ثم خامسا تقديم الحل أو البديل لتجاوز مشكلة المعطى أو مأزقه، وقد نختمها بتوجيه دعوة أو توصية معينة. ما هي مستلزمات مهارة النقد والحكم أعزائي التلاميذ؟ أحسنتم. أولا يجب توظيف ماذا؟ الحجج والأدلة والبراهين المتنوعة، سواء منطقية كانت أو علمية أو واقعية، من شواهد وأمثلة واستشهادات وإحصائيات. ثانيا لابد من استخدام طرق البرهنة وأساليب الاستدلال، سواء المنطقية كالتعريف والمقارنة والمماثلة والافتراض والتمثيل والتفسير، أو اللغوية كالتوكيد والنفي والشرط والنداء والأمر وغيرها من الأساليب. وهنا أدعوكم إلى استثمار ما اكتسبتموه في مكون الدرس اللغوي طبعا. الشرط الثالث للمهارة هو اعتماد الروابط والضميمات المتنوعة لتحقيق الانسجام والاتساق لأجزاء النص، سواء كانت هذه الروابط منطقية كروابط التعارض والإضافة والشرح والتفسير والاستنتاج، أو الروابط اللغوية كالضمائر وأسماء الإشارة وأسماء الموصول وحروف العطف إلى آخره. أعزائي التلاميذ، ننتقل الآن إلى الشق التطبيقي لهذا الدرس، إذ سنحاول استثمار وتطبيق الخطوات المنهجية للمهارة من أجل كتابة موضوع إنشائي حجاجي، وذلك انطلاقا من نص الموضوع الآتي: تعد الموسيقى غذاء للروح وشفاء للنفوس، لكن بعض أنواع الموسيقى العصرية تشوه قيمة هذا الفن
وتبعده عن أهدافه النبيلة ومقاصده السامية. عالج هذه القضية مستثمرا ما اكتسبته في مهارة النقد والحكم. إذن في البداية أعزائي التلاميذ، احرصوا على قراءة نص الموضوع جيدا واعزلوا تعابيره الأساسية لفهم المعطى وتحديد المطلوب وشرط الإنجاز. إذن فكما تلاحظون المعطى الذي يقدمه لنا نص الموضوع هو ماذا؟ هو مشكلة فن الموسيقى في عصرنا اليوم، حيث ماذا انزاح وابتعدت بعض أنواعه عن الأهداف والمقاصد النبيلة لهذا الفن. أما المطلوب إنجازه فهو كتابة موضوع إنشائي حجاجي نقدي يعتمد طبعا ماذا؟ معالجة المشكلة التي يطرحها نص الموضوع أي المعطى. ثم شرط الإنجاز هو ماذا؟ هو استثمار وتوظيف خطوات مهارة النقد والحكم وطبعا مستلزمات المهارة وخصائصها. أعزائي التلاميذ، لا يخفى عليكم أن كتابة موضوع إنشائي جيد يحتاج منا إلى ماذا؟ جيد يحتاج إلى وضع تصميم منهجي له يساعدنا على معالجته وتحليله طبعا معالجة شاملة، ولهذا سنقترح تصميما للموضوع أو لنص الموضوع الذي انطلقنا منه. في هذا التصميم طبعا نحتاج إلى ثلاث مراحل أساسية. ما هي؟ رائع، التقديم أولا ثم العرض ثم الخاتمة. في موضوعنا هذا سنبدأ بماذا؟ إذن سنستلهم وسنوظف خطوات مهارة النقد والحكم. لذلك في التقديم سنطرح المشكلة أو القضية التي انطلقنا منها، وهي طبعا متضمنة في نص الموضوع، ويمكن أن نقول المشكلة هي أو القضية هي ابتعاد بعض أنواع الموسيقى العصرية عن مقاصد فن الموسيقى وأهدافه النبيلة، أو تناقض أدوار فن الموسيقى بين الهدم والبناء. ويمكن أعزائي التلاميذ أن نختم التقديم بماذا؟ بطرح تساؤلات مرتبطة بالقضية من قبيل مثلا ما قيمة فن الموسيقى؟ وأي دور سلبي للموسيقى العصرية؟ وكيف السبيل إلى الارتقاء بها؟ في العرض أعزائي التلاميذ سنتناول الخطوات الأخرى لمهارة النقد والحكم، وسنبدأ بماذا؟ بتوجيه النقد والاستدلال عليه، وذلك بالتركيز على مواطن القوة والضعف في القضية. إذن بالنسبة لموضوعنا مثلا سنركز على فوائد فن الموسيقى ومزاياه، وفي الشق السلبي سنركز على عواقب بعض أنواع الموسيقى العصرية ومساوئها. وطبعا من فوائد فن الموسيقى ومزاياها السمو بالروح، نشر القيم، تهذيب الأخلاق، تربية الأذواق، ونقدم أمثلة كالموسيقى الكلاسيكية والأناشيد والأغاني الملتزمة والموسيقى الشعبية التراثية وغيرها. أما مزايا هذا الفن فمنها مثلا الأنغام العذبة والألحان الساحرة وطقوس الفرجة الماتعة أو الممتعة. أما مواطن الضعف في القضية فهي مثلا فساد أو إفساد الأخلاق والأذواق، التجرؤ على اقتراف المحرمات، والتجني على القيم، دغدغة مشاعر الجمهور، وإثارة النزوات والغرائز العاطفية. ومن مساوئها
غلبة الصورة وضعف الألحان وابتدال الكلمات وتفاهة المواضيع إلى آخره. وفي العنصر الثاني من العرض سنصدر الحكم على القضية مع الاستدلال، وقد يكون حكمنا إيجابي تجاه الموسيقى الراقية الهادفة والجميلة، فنقول مثلا إن هذه الموسيقى الراقية والهادفة جيدة وجميلة، طبعا مع تعليل هذا الحكم بالحجج والبراهين. وسنصدر حكما سلبيا على ذلك النوع من الموسيقى العصرية المبتذلة، فنقول إنها رديئة وقبيحة لأنها تفتقر إلى الكلمة الهادفة واللحن الجميل والمعاني النبيلة إلى آخر ذلك من التعليلات والتبريرات. وفي العنصر الثالث من العرض دائما نختم بتلخيص الفكرة المضادة، بحيث نؤكد وجهة نظرنا في أو وجهة نظرنا في الموضوع وفي القضية، فنقول مثلا إن الموسيقى فن جميل وإبداع راق، لكن طبعا هناك أنواع منه مبتذلة انزاحت عن هذه القاعدة وسيكون لها أثر مؤلم طبعا على الجمهور. المحطة الثالثة من هذا التصميم أعزائي التلاميذ هي الخاتمة، وفي الخاتمة نستحضر الخطوة الأخيرة من خطوات النقد والحكم. ما هي؟ جيد، إنها اقتراح الحل أو البديل للقضية أو المشكلة. فنقول مثلا إن حل مشكلة ابتذال الموسيقى العصرية أو بعض الأنواع منه يحتاج إلى ماذا؟ إلى ضرورة الارتقاء بهذه الموسيقى، إضافة إلى تشجيع الموسيقيين المبدعين والجادين والمتميزين، وأيضا تنمية الأذواق أو الذائقة الفنية للمستمعين وغيرها من الحلول. وقد نختم بطرح أسئلة مفتوحة. طبعا بعد هذا التصميم أعزائي التلاميذ يمكنكم أن تبدأوا في عملية التحرير، ولكن لا تنسوا توظيف الأدلة والحجج وأساليب الاستدلال واللغة السليمة والعبارات الجميلة واحترام علامات الترقيم وغيرها من متطلبات الكتابة الإنشائية، وهو ما حاولت تطبيقه ومراعاته في هذا النموذج الإنشائي الذي أقترحه عليكم للاستئناس. يقول: لا جدال أن تأثير الموسيقى على الإنسان بليغ وضورها في حياته عظيم، بيد أن بعض الأنواع من الموسيقى العصرية ما لبثت تنزاح أعمالها الفنية عن تلك الرسالة النبيلة وتتجرد من قيمتها الرفيعة. إذن فهذه بمثابة تقديم قدمنا فيه ماذا؟ القضية أو المشكلة. ننتقل إلى العرض لتوجيه النقد وإصدار الحكم، فنقول إن الموسيقى من أعظم الفنون في تاريخ البشرية، فقد حافظت على بقائها بفضل مميزاتها التعبيرية والفنية الفريدة، فهي لغة النفوس التي يطرب لسماعها الرضيع واليافع والرشيد، وما أعذب ألحانها وإيقاعاتها الساحرة. إذن هنا نوظف الأساليب التي اكتسبناها في مكون الدرس اللغوي، أسلوب التعجب، إذا تسربت إلى الأعماق هزت العواطف وطهرت القلوب، إنها كالمصباح تطرد ظلمة النفس الداجية وتهذب الطباع الخشنة كما تؤكد الدراسات الحديثة، فنعم الفن الموسيقى الراقية، لاحظوا أسلوب المدح والذم، التي تصدر عن خلق نبيل ومشاعر إنسانية وثقافة أصيلة كالموسيقى الملتزمة والشعبية التراثية أو الطربية البديعة.
غير أن بعض الأنواع الموسيقية الرائجة اليوم ضررها أكبر وما أسوأه من أثر، فهي تدمر القيم والأجيال وتفسد الأخلاق والأذواق، بل تجرئ على اقتراف الآثام والمحرمات مثلما تسهم في انحطاط هذا الفن إلى آخره. ولا أدل على ذلك، إذن هنا نستحضر الأدلة من تلك الأغاني الشبابية الذائعة الصيت التي تتوخى إثارة العواطف وتسلية الجماهير باعتماد ألحان هجينة أي غريبة وكلمات واضعة أي ساقطة وصور فاتنة ومواضيع تافهة لا تخرج عن دائرة الحب والغرام، فأي دور ننتظره من هذه الموسيقى؟ إن الموسيقى الراقية والهادفة جيدة، إذن هنا نصدر الحكم، وجميلة لأنها تسمو بالنفوس وتحقق التواصل بين الثقافات. أما ذاك النوع منها الذي لا ينفك ينشر ثقافة التفاهة والجهل ويزدر القيم والمثل الإنسانية من جهة أخرى فإنه رديء، إذن هنا حكم سلبي، لأنه يقوض أي يهدم كيان الأمة وصرح نهضتها الشباب. ثم الخاتمة، ولما كانت الموسيقى فنا جميلا من أكثر الفنون شيوعا وتأثيرا على سواد الناس، فحري بنا نحن أفراد المجتمع، إذن هنا استعملنا أسلوب الاختصاص، تشجيع الموسيقيين على إبداع أعمال فنية نبيلة المعاني، رقيقة الأسلوب، جميلة الألحان، حتى تساهم في إثراء القيم وتربية أذواق الجمهور. فمتى سيتحقق هذا الطموح؟ أشكركم أعزائي التلاميذ على حسن تتبعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.